من خلال دراسة تحديد وين المواطن اللي تأثرت فيها الأسرة السورية بشكل مباشر وبشكل غير مباشر. كان هناك مجموعة من السياسات مرتبطة بتحسين مستوى معيشة الأسرة وتوليد فرص العمل وفرص الدخل، وخاصة في إطار المشاريع الصغيرة والمتناهيات الصغار، وأيضا في مجال نوع من تعزيز استراتيجيات الأسرة في التأقلم والتكيف مع الظروف المستجدة اللي فرضتها العقوبات. قامت الهيئة مؤخرا بإعداد دراسي حول أثر تدابير الإجراءات القسرية وحديد الجانب على الأسرة السورية. تبعنا الضرر الذي لحق بالقطاعات الاقتصادية والصناعية المختلفة، وشفنا شو انعكاساتها على الأسرة السورية. منها مثلا حكينا عن القطاع الطبي والعقوبات، كيف طالت استيراد الأجهزة الطبية أو استيراد بعض اللقاحات أو بعض الأدوية، وبالتالي مست العقوبات بشكل أساسي الأسرة السورية. الأسرة السورية المكونة من 5 إلى 6 أشخاص تحتاج إلى ما لا يقل عن 200,000 ليرة سورية شهريا كي تتمكن من تغطية التكاليف الأساسية التي تحفظ كرامة الأسرة وفي المأكل والمشرب والمسكن والتعليم والتربية والصحة وغير ذلك. طبعا لجهة ما يتعلق في العمل، مطلوب من الدولة خطة إنتاج حقيقية، ومطلوب من الدولة أن تعتمد على تحفيز العملية الإنتاجية والانطلاق من الداخل وعدم الرهان على أي تغيرات بالموقف الدولي. أهمية الندوة تأتي بضمن المرحلة الحالية هو تأثير العقوبات على المواطن من خلال تأثير على معيشة المواطن وعلى فرص العمل المحقق للمواطن، والتي أثرت العقوبات بشكل كبير عليهم من خلال تأثيرها على أسعار الصرف وتأثيرها على زيادة تكاليف المستوردات الغذائية ومستلزمات الإنتاج لعملية الإنتاج في القطاعين العام والخاص، وبالتالي انعكاسها على المجمل الأسعار في البلد. وموضوع التفاوت بين الأجور والتكاليف، وهي اللي ركز عليها الباحث، وهي كمان الأمور هي مطروحة للنقاش نتيجة تأثير العقوبات على المواطن السوري في المرحلة الحالية والمستقبلية.